هكذا يحدثنا الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن حكم ما أبقى الله به النور فينا معشر الأمة من الكتاب المنزل وبلاغ النبي المرسل، ثم ما جعل الله تبارك وتعالى في ظاهر الأمر من قيام الاحتياط والاحتراس التام والحذر في نقل الحديث الشريف وما يتعلق بذلك مما ينبغي التنبه له ليكون المؤمن على بصيرة وعلى حسن سيرة لا يجنح إلى تغليب جانب على جانب بغير مقتض لذلك، ولا يذهب إلى جانب التشديد ولا إلى جانب التساهل، وليكن على باله عدة أمور أشار إليها الشيخ عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فأكد جانب الإسناد في العلم وأنه حجة لنا بيننا وبين الله أن نقول ونعتقد ونعمل بمروي عمن قبلنا تناقله أئمة وصلحاء وأخيار وعلماء ذو أنوار، فهذا فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى حجة وسبيل لرضاه جل جلاله وتعالى في علاه، بخلاف ما ينشأ من ابتكارنا وأفكارنا واختيارنا ويمتزج بأهوائنا وإشراك عقولنا في منهج ربنا تبارك وتعالى، إن هذا حجتنا فيه منقطعة أمام الرب سبحانه وتعالى، ولا نجد مستندا يخلصنا لو قمنا بالتعصب لشيء من ذلك ومضينا عليه، فإنه مجرد اختيار منا، والشريعة لا تخضع لاختيارات الخلق ولا لأفكارهم. فلأجل هذا كم كان الفرق بين المسموع والمروي وما بين المخترع والمستنبط والمبتكر، وإن كان على درجات في قوة الصلة من حيث أهلية الاستنباط وصلة المعنى بالوارد المروي، وبينما كان المرجع فيه مجرد تحكيم العقل ومجرد تحكيم الرأي، ولقد حذرنا من ذلك في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. بذلك تعلم الضلال عند من يأتي إلى عقليته ومنتهى فكره فيحكمه في كثير من الأمور، وربما كثر الكلام على ما يسند ويروى بتضعيفه والعمل على تحامل وتشدد في ذلك لمجرد أنه يراه بعقله غير مناسب له أو لعصره كما يدعي أو يظن أو يزعم أو لمن حواليه، وهذا هو الخلل الكبير في دين الله تبارك وتعالى، أي في دين المرء مع دين الله سبحانه وتعالى، خلل في أخذه بدين الله جل جلاله. أما نفس دين الله فمبرأ عن كل خلل، لكن يطلب الدين ويراد به حال الإنسان في الدين، وهو الذي جاء به حديث من يجدد للأمة دينها، يعني حالتهم مع الدين تتجدد، شأنهم مع الدين يصلح. ما هو نفس الدين، الدين ما يعمل في شيء،
لا يزيد ولا ينقص في الدين، الدين هو هو، لكن يجدد الدين، يجدد حالة الأمة مع الدين، شأن الأمة مع دينهم هم، يعني نصيبهم من هذا الدين ومستواهم فيه، يجدده لهم ليكون أقوى تمسكا وأكثر اتصالا، وهكذا يكون من الناس كثير من يجعل ما ينتهي إليه من الرأي كأنه النص الصريح، وينسب بعد ذلك علماء الأمة في زمانه والماضين إلى قصور وإلى نقص، وكأنه لو كان نبيا ما زاد على هذا الأمر، بل كان بعيدا من هذا، فادعى لنفسه دعوة غريبة وأنه فاقه الدين وفاهم الدين، وقد أدى هذا بطوائف من المسلمين إلى أنواع من التجرئات على دين الله، بل بسببها خاضوا حروبا بطوائف منهم، وطوائف منهم شوهوا صورة الإسلام والدين عند الآخرين، وطوائف منهم استحلوا السب والشتم لأحياء ولأموات كله من هذا الرأي، وطوائف منهم احتقروا عظماء عند الله تبارك وتعالى وأهل الكرامة لديه بتحكيم آرائهم وعقولهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والهوى إله معبود من دون الله، نعوذ بالله من غضبه. بذلك سمعت قول الإمام الحداد: واعلم هديت، وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع عند العلم والعمل. في ذلك كانوا يقولون إن قطرة من الهوى جديرة بأن تخمج بحرا من العلم، بحرا من العلم، ثم صرنا نرى من يأتي ببحر من الهوى وقطرة من العلم ويريد أن يشطح على العلماء، فكيف هذا الحال؟ هذا حال صعب، عنده بحر من هواء وقطرة من علم ويجيب يشطح على أهل العلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هكذا يعامل الله، ما هكذا يعامل كتاب الله، ما هكذا تعامل سنة رسول الله. فبعض الطوائف كان حطتها في كيسها، فلت الوحي المشرف بعظمته وجلاله بفهم الصحابة فيه التبين، وحطوه في كياسهم، خلاص نفهم عاد حديث من لهم، ولا عاد حد يدري لهم، ومن لا يتبعهم فهو في النار، فلوا الجنة وفلوا النار وصلحوا لي بغوا. وهذا غاية في التجري على الله وعلى كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من لم يتربى أما هو بعيد يصدر منه مثل هذا، فإن هذه النفس نفس الأنا، ما ترى إلا أنا. ولهذا تجد في كل واحد من الناس في مرحلة راحل عمره العادي، أنه يبدأ عندما يبدأ عنده التمييز والحس، يرى بأنه أعرف. إذا بدأ في مراحل البلوغ يرى أنه أعرف حتى من أبوه وأمه من أجل، وأنه ما يفوت شيء، إيش الذي يجيب عليه، كل شيء يفهم. فإذا هدي إلى شيء من حسن التأمل مرت به السنوات، يقول الله كنت مجنون، كنت أرى هكذا وأرى كذا، فيعلم هذا في مراحل عمره في الأمور الحسية، حتى في الأمور الحسية يقول وهو صغير: لو كنت أنا محل هذا الشيخ، لو كنت أنا محل هذا الأب، بعمل كذا بطلع كذا بستقيم دوام. وإذا بدأ يكبر على من ذاك أصوب وتصرفه أطيب وأحسن وأنسب، ما يعرف. ولما كان صغير يقول أنا بصلح وبعمل كذا، لو كنت محل هذا الشيخ، لو كنت محل هذا العالم، أنا بعمل كذا وبقول كذا وبطلع وبنزل، اغترارا بمقدار فهمه وعلمه وعقله. وهكذا كم يلعب الهوى بعباد الله تبارك وتعالى. ولذا تجد التحذير من الله للأنبياء من شر الهوى: يا داود، داود نبي كريم، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. شوف كيف يقول الله لنبي معصوم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهكذا
فثبات الإنسان في الدين تخلصه من الهوى والدعوة، فإنهما قرينان مقترنان. صاحب الهوى كثير الدعوة، يدعي ما ليس له، ويصير الحال عند الناس إذا أهملوا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموا دماء أناس ولدعى أناس دماء أموال وأموالهم، بيدعون دماء وأموال أراد في الناس، قال لو يعطى الناس. لكن في قواعد اللي تربط الناس وتضبط تصرفهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فهكذا إذن، ففيما يتعلق بشان الرواية تكلم عن الرواية بالمعنى في الحديث النبوي مع إجماعهم على أنه لا يمكن تلاوة قرآن بالمعنى على أنه قرآن أبدا، ولكن اختلفوا في الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، هل تروى بالمعنى أو لا تروى بالمعنى ويضبط لفظها. وبيننا عند هذا موازين، ميزان التساهل وهو مرفوض، وميزان التشديد الكامل وهو أيضا مردود. إذن فعندنا موازين، عندنا ميزان أن القادر على حكاية نفس اللفظ فذلك أولى به وأجدر، ويدل عليه نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. والنبي يذكر حكمة في هذا، وهو أنه عند الرواية بالمعنى يكون أداء المعنى الذي انتهى إليه فهم الراوي، لكن قد يحمل كلامه معان أعمق وأوسع من هذا، فقال فرب مبلغ أوعى من سائل، قل له نفس الكلام الذي قلت، فرب من كشف له من سره وخبره وحقيقته ما لم تفهمه أنت إذا رويت بالمعنى، فإنما تروي المعنى الذي انتهى إليه فهمك وانتهى إليه علمك. هذا واحد. الأمر الثاني أن من كان عالما باللغة عالما بالأحكام وأراد رواية الحديث بالمعنى فلا حرج عليه أن يروي الحديث بالمعنى كما سمعت عن سيدنا علي بن أبي طالب بن عباس وأنس بن مالك وثب نسق أبو هريرة من الصحابة وجماعة من التابعين من بعدهم في الحسن البصري وغيره، لا حرج ولا تشديد في ذلك. ثم إن كثيرا من الأحاديث هي من حيث المعنى مؤيدة بالكتاب والسنة الصحيحة، وهي من حيث السند فيها رد وفيها مقال، فلا معنى لرد المعنى الذي أيده الكتاب العزيز، ما له معنى، وإن كان هذا السند لهذا الحديث فيه مقال، لكن المعنى الذي فيه مقطوع به مؤيد بالكتاب، فلا معنى لرد المعنى الذي أيد بالكتاب العزيز ولا لرده بهذا. هذا أمر. الأمر الثاني أن كثير من الرواة والنقلة مختلف فيه بين أهل الجرح والتعديل، من وثقه هذا جرحه ذاك، ومن جرح هذا وثقه هذا، هذا حاصل في كثير. وبعد ذلك أيضا كثير من الأحاديث تروى بسند هي واردة بأسانيد أخرى، لكن من حيث السند هذا يقوم الحاكم يحكم على المتن من حيث هذا السند، وهو وارد بسند آخر أنت لم تطلع عليه، يكون السند الآخر فيه جبر النقص الذي في هذا أو فيه صحة التامة وما إلى ذلك. هذا أمر. قال بعد ذلك نحن نرى أنفسنا أننا ناب وننأب أنفسنا أن نكذب على الله وعلى رسوله، ونظن هذا في الكبار اللي قبلنا قال هذا ممكن هكذا، إيش هذا الكلام وإيش هذه المعاملة. وهكذا بعد ذلك يقول لي هذه الاحتمالات الكثيرة كلها، نرى أيضا أنه لا عار ولا عيب على أكابر الأمة الذين نقلوا من الأحاديث ما يكون في سند بعضه مقال ومعناه صحيح.
من جملة ذلك ما يتكلم بعض الناس عن إحياء علوم الدين أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، ويوجد أحاديث أقل ما عثروا لها على أصله. نقول قد أخذ بعض أهل العلم عظمة الإمام الغزالي بذلك، وأنه اطلع من الأحاديث على ما لم يطلع عليه كثير من المتخصصين بعده في الحديث واحد. ولذا تجد الإمام العراقي يقول لم أجد له أصلا، ما يقول لا أصل له، لم أجد، أنا ما وجدت له الأصل. ثم إن الإمام العراقي نفسه ألف هذا التخريج في أول عمره، ثم كان يحكي يقول كثير من الأحاديث التي قلت بضعفها أو لم أجدها أصلا وجدتها فيما بعد، وقد انتشر كتابه هو بنفسه في حياته. أمرنا الأمر المهم أن ما هناك مسألة من مسائل علوم الدين باب من أبواب به قام على أساس حديث ضعيف قبل، بل في المسألة الواحدة في الباب الواحد يذكر عددا كثيرا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ومن آثار من بعدها، ولا يخلو باب عن آيات وعن أحاديث صحيحات. فما يضر أن يكون بعض الأحاديث صحيحة لأن الكلام ما بني عليها أصلا، الكلام مبني على أحاديث من أول كتاب إلى آخره، ما هناك باب من أبواب الإحياء ابتنى على حديث ضعيف أبدا، ما حصل لا في كتاب العلم ولا في كتاب الوضوء وأسراره أن بابا من أبواب الكتاب ابتنى على الحديث الضعيف، هذا ما لم يحصل. ولكن في المسألة الواحدة والباب الواحد يذكر أحاديث متعددة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف، فإيش يضر أنه موجود فيها الضعيف والكلام مبني على ما صح؟ هذا من ناحية. فلذلك عرفت أن مظهر التشدد والتشدق هذا في الحديث من أنواع ما ابتدع في الأمة ولم يكن يعرف في عهد الصحابة ولا التابعين. ثم من الذي صحح وضعف؟ إنما هم نقل أخيار عدول، ربما بعض الذين جرحوهم أرفع درجة عند الله منهم. ما هو النبي جاء قال له حديثي صحيح، ما جاء من حديثه أصلا غير صحيح، هو الصحيح وقوله كله صحيح وفعله كله صحيح، لكن بالنسبة لمن، ولهذا يحتاط كثير من العقلاء من المحدثين ورجين يقول سناده هذا حديث كذا، ما يقول الحديث كذا، لأنه ربما في الواقع هو صح لكن ما وصل إلينا من طريق نقله تنطبق عليهم قواعدنا هذه. لكن يتكلم على السند، يقول سند هذا حديث كذا كذا كذا، ما يقول الحديث، ربما كان هو قال صلى الله عليه وسلم بجي خصم يوم القيامة، بعدين يقول له قولي ضعيف كلامي ضعيف، من يقدر يقول هذا؟ هذا باعتبار سند، يقول سند هذا الحديث كذا كذا، ما يقدر يقول الحديث كذا كذا، كيف الحديث؟ لذا الحديث إذا فعلا قاله صلى الله عليه وسلم وما ورد إليك أنت من طريق تنطبق عليه قواعدك هذه أبدا، جاء من طريق واحد قواعدك ما تنطبق عليه، بترجع خصم لصاحب الرسالة؟ انتبه لنفسك، بل أنت حضرت معه من حين ما نبه إلى أن توفاه الله، فعرفت إيش اللي ما نطق به؟ ما هذا شغلك؟ ولهذا نجد أنه في باب الطاعات المندرجة فيما دعا إليه ودل عليه صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه شيء عني فعمله ولم أكن قلته آتاه الله سبحانه ما بلغه عني، الذي بلغ الذي عمل بالإبرام يعطيه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه قام فيه على نية والعمل أصله مندرج تحت الأصول التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ترى مثل الإمام النووي وغيره من المحدثين يذكر الاتفاق، يقول وقد اتفق الحفاظ على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والاستناس به والاستشهاد به في من درج تحت أصل صحيح ولم يعرض ولم يشتد ضعفه، اتفقوا على العمل به.
فمن أين جاءت الشدة؟ الحديث والحديث وتسموا أهل الحديث، وها هم لا يكادون يفقهون حديثا. إنما عرف أهل الحديث الأوائل بنور سطع من قلوبهم على وجوههم بخشية عنابة. كان بعض حملة الحديث في القرون الأولى يضيء وجهه في الظلمة، وقت الظلمة تشعر بضوء لوجهه. نبر الله امرأة سمع مني مقالة وعاها لكثرة ما يجري على ألسنهم من صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، فعل ودخل خرج صلى الله عليه وسلم، ورد إليه صلى الله عليه وسلم، سأله صلى الله عليه وسلم، يظلون ليلهم ونهارهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يكونون من أقرب الناس إليه. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا فبين هذه التبيينات، وذكر أن كل ما لا يخالف الكتاب والسنة من الأخبار الضعيفة لا معنى لرميه ولا لطرحه، وقد يكون صاحبه خصما لصاحب الرسالة في القيامة لجراءته. إنما ما تناقض مع صريح الكتاب والسنة هذا الذي لا نقبله من أحد كائن من كان، ولا يجوز لنا أن نبني عليه حكما، هذا الأمر معلوم. إذن فعلينا أن نكون على بصيرة في هذه الأمور. وقد كان بعض حفاظ الحديث يقول إن نتكلم في حق أقوام هم في نعيم الله في عليين، فلذلك بقي أرباب الصدق واليقين منهم على بصيرة وعلى بينة، على بصيرة وعلى بينة فيما يتكلمون به بحسب الضرورة، في ما يتبين به الحال في أخذ هذا الحديث من أي الرتب ما بين صحيح وحسن وضعيف، ثم يحفظون أنفسهم أسلم عن الخوض، ثم يحفظون قلوبهم عن اعتقاد السوء حتى بمن جرحوهم. هؤلاء على قرب من رضوان الحق وتجاوزه سبحانه وتعالى وعفوه. وأما المتشطح الذي يدعي بالتصحيح والتضعيف أنه المشرع وكأنه الذي ينزل ويطلع، فهذا أمر خطير بينه وبين الله تبارك وتعالى، وضره على الأمة أيضا كثير. بيّن كل هذه المعاني، ولا يزال يبين لنا ما قاله أن كثيرا ممن جرحوا الجارح فيهم ما يساوي عشرا من مقدارهم ولا بعضا من مكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى.